نجم جديد ينضم إلى أشهر نجوم العالم ضمن عائلة مدام تيسو. عن مين عم نحكي اليوم؟ شاشة تلفزيون دبي طبعاً عندها كل التفاصيل، ومعنا البرنس ماجد المهندس. كيف حالك اليوم؟ لا أسأل هنا مش هيدا هو. كيف حالك اليوم؟ يا حبيبي نورتوني وشرفتوني، أهلا بيك وبحطتنا الرائعة تلفزيون دبي طبعاً. صراحة أنا انصدمت أول ما شفت، عن جد يعني بدي أعمل مقابلة معه يعني. أنا انصدمت قبلك بصراحة. إيه. شو كان الشعور أول ما شفت المجسم الشمعي لأول مرة؟ صدمت بصراحة، يعني مع أني حضرت التفاصيل في دبي وفي لندن قبل ما يكمل يعني، وكنت كثير متشوق أني أشوف التمثال، وسعيد جدا طبعا وشرف كبير لي أن أكون متواجد في هذا المعرض العظيم، معرض العالمي مدام تسو، ومعك هذا الكوكب يعني من نجوم العالم والعالم العربي. فالحمد لله يعني أحس تفاصيل كثير مهمة كانت موجودة بشكل بدقة عالية. يعني عادة الواحد بيطلع حاله بالمراية شيء، ولكن بشوف مجسم شمعي كأنه عم يلتقي بنفسه لأول مرة. شو بتحب تقول للبرنس لما تشوفه هيك قدامك؟ أقول له أنا فخور بيك وسعيد بكل اللي جاي تسويه، ودائما أقول الله يقدرني إن شاء الله وأكون عند حسن ظن جمهوري وأقدر أقدم لهم أشياء تسعدهم إن شاء الله. وقدمت يعني صراحة مؤخرا الدول المنتظر كان مع الفنانة أصالة، وطبعا كمان عندك بعد إصدارات، خبرنا أكثر عنها لأنه لقيت كمان نجاح كتير كبير. حبيبتي أصولة، أغنية الحب الأبدي اللي تصورت في إسطنبول، الحمد لله، وعندي الأغنية الجديدة اللي هي جننت قلبي، أو مثل ما يسموها يعني جمهور الحبيب شد انتباهي، وجننت قلب المشاهير كلهم الجماهير. يا حبيبي الحمد لله، يعني لقت صدى كثير طيب عند الناس، سعيد بنجاحها وإن شاء الله نغنيها قريبا بكل حفلاتنا. إذا بدي أسألك بس عن الطريقة اللي تم تنفيذ فيها وإتمام المجسم الشمعي، هل كانت صعبة بالنسبة لك؟ فيك تخبرنا شوي كيف كان إحساسك خلال هالتجربة؟ أي هم يعني أخذ وقت من عندهم يعني أكثر من 6 أشهر. بلندن شرحوا لي التفاصيل، كيف الشعر، كيف الزوايا، زاوية الشعرة، طولها، العيون، اللون، لون البشرة، يعني بصراحة فنانين تحسهم اللي يشتغلون بالمعرض يعني أنا أرتست. اضطريت تحط مثلا ايدك بشمع او شيء، ولا كان كله ديجيتال؟ كيف كان تقنيا؟ اخذ وقت، يعني احنا بدينا بالقياسات اظن 8 ساعات، احنا يعني تلقاني اوقف لمده 10 دقائق او ربع ساعه من غير حركه، يعني ياخذون كل التفاصيل يعني صور وفيديو. اميزنج صراحه. طيب شو اخر كلمه بتقولها لمتابعي شاشه تلفزيون دبي اللي كان يعني كمان كل شخص رح يجي على متحف مدام تيسو ويلتقي بالمجسم الشمع اللي خاص فيك، شو بتقول لهم لما يجوا ويتصوروا معك؟ ادعوهم طبعا اكيد من كل قلب ان يجوا يشوفوا التمثال، ان شاء الله رب يحبوه مثل ما حبوه ماجد، وراح اكون سعيد جدا بتواجدهم اكيد. شكرا كثير لك. شكرا جزيلا. شكرا.